السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين والمتابعات خارج التبيع عبر اليوتيوب. الآن كنتواجد في مدينة سيدي بنور، ان شاء الله غادي ندخلوا باش نقول لكم الاجواء ديال السيدة. ثانينا خويا الثمن، ثانينا الشباب نفس الثمن 180 180 تبارك الله. بس خير السلام عليكم. تالين اخويا الشريف هادو تالين الثمن تالين تقريبا الثمن ديالهم 180 كاملين تبارك الله. الله يسخر يوتيوب تبارك الله. اي اي الله يسخر اخويا، الله يجيب التيسير. ثمن تالين ثمن العجل 320 هذا اللي حداك اللي جار، هذاك الثمن ديالو شحال هذا اللي جار؟ اللي جار هذا 300000 وهذا اللي حداه بحال بحال 300000 حتى هو تبارك الله. حوج لي الثمن لا واش قوينا عليها هذيك اللي نقولها، هذاك الشيء اللي كاين قالوا ما قواش قواش اللي كاين الصخرة ميت اليوم بس عليكم بخير. كيدير السوق اليوم؟ كيدير الحمد لله، شويه السوق عيال شويه. كيدير الكسيبه؟ غالي طالع الثمن والهابط. شحال طايحه في السمين اليوم؟ السمين طايحه ب 50000 طايحه ب 50000 60000 طايحه ب اليوم 50000 60000 على السوق اللي فاز اليوم اليوم. والكسابيه شويه الضروبه اش دايره تاهي؟ شويه الشده راه كاين شي شويه، مابقاش لك الراب خويا كان وين بهيم هذاك الثمن اللي كتعرف ما كاين. البقره الحلابه تاهي اش دايره؟ البقره الحلابه غاليه طالعه في الثمن غاليه. الحلابه غاليه ما نكذبك مليح مليح غالي مليح غير الثمن غالي ملايين وصاف والفوق الفوق الفوق. الشمندر اش داير تاهو الشمندر؟ واش منظر انت 150 درهم كيلو 150 150 شباب الثمن ديال هذا تقريبا شحال يكون ديال الثمن ديالو؟ 340 تبارك الله. وهذا اللي حداه؟ هذا 370 370 تبارك الله. شحال يوزنوا من كيلو هذا تقريبا؟ 600 تبارك الله تبارك الله. الله يسخر. هذو فين غادي نبيعهم ان شاء الله؟ خميس زمامرة تبارك الله. الله يعاونكم تبارك الله عليكم. مليون وستين ولا مليون وسبعين تقريبا شحال وزن هذا من الكيلو؟ هذا شحال وزن تقريبا المراكشي هذا شحال؟ ها؟ قول لي شحال وزن تقريبا هذا شحال؟ 300 ولا 400 تبارك الله. الله يفيد مولاه. الله يسخر. ستين اخويا هذا جوج وستين اخويا جوج وستين اش من نوع هذا؟ طالياني تبارك الله تبارك الله. هذاك اللي حدا اخويا اللي مليه 340 تبارك الله. اش من نوع هذا؟ اش من نوع؟ بلجيكي تبارك الله. الله تبارك الله. تالينا الشباب تبارك الله. هذا الثمن الثمن تالينا اخويا تقريبا شحال يكونوا يديروا في الثمن ديالهم هذا؟ 13 ليا قول لي يا الشباب شحال تقريبا يكونوا يديروا في الثمن هذا؟ هادو الثمن ديالهم تقريبا غادي يكونوا 160 170 160 170 تقريبا. تبارك الله. مليون و80 مليون و80 تبارك الله. اش داير في السند؟
اثنين اثنين الحليب تبارك الله. المرقد المرقد في الزاوية بتاعتك الحم 900 درهم ما فايتهاش الحم ولي السابع سيخلصوا بساكن في خطيه. الحم شحال داير قلت لي اشتري؟ 45 درهم 45 درهم والقصه سيدي بنوره فيه الهزة اليوم حسن من ولا تفرج البارح؟ اليوم شوية عيانة اليوم؟ عيانة اليوم تفرج مكان لابيع يشرب لا ولا تفرج مكان سوق خير كان ناقص اليوم الأربعة اللي بتكون عامرة هذا خير سالين تبارك الله. مليون وخمسة وستين مليون وخمسة وستين تبارك الله. اش منه عاد؟ هذا هو البلدي الاصيل بلدي اصيل هذا هذا شحال يوزن تقريبا؟ كاين يوزن الكساب شاف حالو هذا دخل الكارديا لبرا خرجوا على الكسابه مساك ساري خليوها غير خطيه كان محبوس الكارديا لبرا لا ما يوقعش هذا اللي حداه تقريبا شحال داير توا؟ هذاك مليون و 150 مليون و 150 تبارك اش منو اش منو عاد؟ اش منو عاد صمام؟ زرق عبد العالي عنده واحد يا واحد عبد العالي يا واحد هذا العرض تالينا اخويا هذا العرض اخويا ب 516 516 تبارك الله اش منو عاد؟ بلجيكي تبارك الله هذا شحال يدير من كيلو تقريبا؟ هذا غير 520 كيلو تبارك الله كاين شي ناس كيبغيو يستافدوا دابا كيبغيو يعرفوا منين كيتقلب البقر السمونيه والشحمه من الدياله من الدياله ورينا ورينا منين كيتقلب من الدياله من تما من تما الشاكله الشاكله اه البلاصه اللي كتعطينا البلاصه اللي كتعطينا اللحم فينا اللي نعرفوا بها اللحم هنا اللحم ما كايناش حماش اها من الطلعه كايناش حماش تكون على اللحم اها الشاكله كتقلب بقى واحد اللحمه قاصحه الشاكله هي كتعطي اللحم اه والعنقره كيما كيعيش الشحمه العنقره معنقر العنقره معنقر تيكون ملحم تبارك الله غير الهضره تدخل تدخل اخويا 20 زاكي الوقت الوقت زاكي كي داير السوق؟ السوق 20 كاين الثمن والوقت مشوره اه وال 20 ما كاينش 9 تاع الليل 9 تاع الزيت تدخل 6 تاع الصباح هي اللي خاسرت الوقت 20 الحركه بنادم كتجي البعد وكيجي الحركه مشوره كي جاك السوق اليوم اشري السوق اخويا اش غنقول لك؟ كيف كان في راه العجله في راه العجله انت لا لا العجله العجله العجل دابا في الليل كان الغلا نعم ودابا الساعه فاش طلع النهار صافي عادوا كنبيعوا ولا اللحم صافي السوق طاح اه الحم شحال داير الكيلو الحم اخويا 1040 1060 1080 العلف فين واصل دابا العلف؟ العلف الشمندار الشمندار والنخاله والفول اخويا زيد شنو؟ الشمندار والنخاله والفول هذا الشيء اللي كنعطيو اخويا ما كنعطيو لا سيكاليم لا والو والاثمنه طالعه ولا هابطه ديال العلف اخويا العلف غالي اخويا الله يحسن العوان وصافي وهذا الشيء راه نفع عندنا شحال طايحه في السبيل اليوم اخويا دابا كاينه 55 درهم المواطن ما لقينا ليه جاي لا السميد 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 هو اللي تلقوا لنا الوقت راه الوقت زيروه بزاف السميد شحال طايحه فيه اليوم طايح ولا طايح اخويا طايح بزاف طايحه فيه اليوم ماشيه في 2000 درهم في العجل حتى 3000 درهم السيمانه اللي فاتت على السيمانه اللي فاتت حتى الله يصاوبو صافي اخويا امين امين اخويا هاد كورونا هرست الوقت لاخر درجه احنا بقينا نطلبوا شنو نطلبوا بقينا صورنا تا درهم صوب الله اخويا هذا ثانينا هذا اخويا هذا مليون و 160 الف مليون و 160 الف تبارك الله وهذا اللي حداه هذا بحاله تا هو اخويا نفس الثمن اش من نوع هذا؟ اش من نوع؟ خويا بلجيكي بلجيكي بجوج بلجيكي الازرق هذا اش من نوع هذا بلجيكي ديال فرنسا الثمن الثمن اخويا هذاك جوج و 80 الف جوج و 80 الف تبارك الله هذا خارج تفرج فيه اصور مول البقر تفرج فيه واحد شو داك الراجل معاك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله سلام مليحه عطاك فلوس اخويا قال لك انا جيت لعند الخندق هو راه باقي ما غيخرجش راه ما غيزيدوش شي بجلوس ولكن الفلوس راه ما هذا تالينا اخويا
302. 302 تبارك الله. اش من نوع هذا؟ هذا النوع زرق. زرق زرق شويه اخويا مشاور اليوم. هذا زرق رومي. هذا رومي. هذا مين كيجي هذا النوع؟ هذا النوع مني كيجي هذا النوع؟ من البلاد. من ديال البلاد نيت. تبارك الله تبارك الله. وهذا اللي حداه؟ هذا 330. تبارك الله. نفس النوع هذا بلجيكي. بلجيكي. الاخر اللي حداه من ليه؟ هذاك بحالو بحال هذا. نفس الثمن؟ لا لا اكثر. هذا هذاك شحال داير الثمن ديالو؟ هذاك ما عرفتش مولاه يكون شي 370. هذا 370 360. تبارك الله. شحال يوزن تقريبا من كيلو؟ كيد الحمد لله 370. 370 كيلو؟ من 360. هذا الثمن ديالو تالين. هذا 330. 330 اش من نوع هذا؟ ماشي كارد. هذا شارولي. هذا شارولي. هذا اللي حداه اخر ما يكون في السلعه. وتالين هذا بلجيكي. هذا بلجيكي الثمن. هذا 320000. 320000 تبارك الله. السلعه مليحه تبارك الله. وكاين كارد. راه نشوفوا هذا تالين الثمن ديالو. هذا البلدي. هذا البلدي. البلدي الثمن ديالو تالين. هذا هذاك مليون و80. مليون و80 تبارك الله. الاخر حتى هو راهو بلجيكي 310. 310 تبارك الله. ولكن كاين تبارك الله كاين كارد. وليا الحمد لله كلشي بزهر. زين هذا اش كتبان لي واقف مايل مال؟ لا لا شويه ما حد افطرت بكري. اليوم فيه الجوع. شويه فيه الجوع. الفلوس شكون يداها؟ نعم خاي. الفلوس شكون يداها؟ الفلوس 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 مع الوقت الحمد لله تسلم وشكروا كاين الخير تبارك الله. واخويا واللي قنع شبع. وانا نقول لك خويا راعينا شويه راه ما مراعيش لينا. هذا هو مول الكاميه خسر لكم والو. يحكم علينا دابا خرج برا كيحكم علينا. والكار دابا الوقت مشاور هو كنخرج برا كيحكم علينا. الله يسهل الله. شحال كيدير لكم المازوط غالي والمصاريف. نحكم عليك دابا كنت عندك 4000 ريال في البينة. 4000 ريال وراه قليله. ها مالا غالي 4000. عيطيك على السوان هذا الراجل. قول لي راعينا شويه. وراعي راعي شويه للناس. راعي الناس يصوب الله يدرويش. راعي الدرويش. احنا دابا غادي ندير. تبارك الله عليك. شكرا على مسجد الله يخطيك. بارك الله. تبارك الله عليك. هذا الثمن ديالو تالين. هذا 324. 324 اش من نوع هذا؟ هذا بلجيكي. بلجيكي تبارك الله. شحال يوزن تقريبا؟ يكون فيه شي 260. شي 260 240. تبارك الله. وهذاك الكحل اللي حداه 60 درهم. شنو حد 60 درهم؟ 55 60. الشمندر شحال داير تقريبا انت؟ العلف غالي. العلف غالي. شحال داير الشمندر؟ الخالة داير 21 و60 والشمندر 28. الف غالي واخا الكساب يحضي ما يصور تريا. شحال كتقام عليك الحاج المجيان ديال هذا السبيب؟ شحال كتقام عليك باش كتجيبو للسوق؟ شنو شحال يتقام عليك؟ شحال يتقام عليك في المركوب ديالو؟ باش نجيبو 100 درهم وندخلو ب 1000 ريال هي 3000 ريال. 3000 ريال؟ اه. قلت 3000 ريال في 3000 ريال هذه باش تجيب باش تدخلي ما بين الصح والدرهم ودخل تخلص 1000 ريال. ولا ما تباعوش كترجعهم؟ ترجع ثاني. خلص 3000 اخرى ثاني. 3000 اخرى. اه. الله يصوب. الثمن اخويا. الثمن. اه. سالين. 10000 درهم و 500 مليون. مليون وسبعين ألف تبارك الله. هذا شمن نوع هذا؟ بلجيكي. بلجيكي. هذا بلجيكي في لون اخر. هذا بلجيكي عنده جلابه اخرى. هذا جلابه اخرى. جلابه اخرى. هذا بلجيكي عنده جلابه اخرى. هذا شكرا وشهي. هذا ثاني الثمن ديالو. هذا شحال رداد؟ شحال الثمن رداد؟ دير 16000 درهم تبارك الله. مصابر من الصباح راه مصابر وقعد واحد. ان شاء الله. ثاني الثمن؟ الثمن ثاني نهار 160000. 160000 تبارك الله. هذا شمن نوع هذا؟ هذا طالياني. طالياني. بلجيكي. هذا واش طالياني ولا بلجيكي؟ لا بلجيكي. بلجيكي. بلجيكي يا بابا. بلجيكي. بلجيكي تبارك الله.
راه ما داير والو خمسة هذا شحال يوزن هذا تقريبا؟ 240 كيلو 240 كيلو 240 كيدير السوق اليوم؟ سوق شاور أبان سوق شاور شحال طايح في السمين اليوم؟ طايح 30 ألف 40 ألف 30 ألف 20 ألف طايحة في السمين العلف شنو داير في الثمن؟ شنو هو؟ العلف اش داير في الثمن؟ العلف غالي غالي بزاف شنو المضرة اش داير؟ المضرة 3200 ها؟ 3200 زين والعلف الاخر شنو؟ 2200 قال 3100 بزاف هادشي والعلف ما داير والو 925 تبارك الله اش من نوع هذا؟ بلجيكي بلجيكي السوق اليوم شتو خويا بكري اليوم؟ طيب الباقي